الجزء الثاني من الكواليس، وهي كواليس في اتحاد كره القدم. هناك اثنين من اعضاء، بصوا حضراتكم كل ما يحدث من ان هناك خلافات ما بين، ده اللي انا اتاكدت منه من مصادر داخل جهاز المنتخب، ان كل ما يحدث من كلام وان هناك خلافات وان كارلوس كيروش عايز يمشي اثنين من اعضاء الجهاز، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام عاري تماما من الصحه. طيب خليني اقول لحضرتك ان في اثنين من اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري هم اللي عايزين يمشوا اثنين من اعضاء الجهاز بسبب خلافات، بسبب التصريحات الكتير اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت واتكلموا فيها عن تفاصيل عقود وشروط جزائيه وكلام من هذا الامر. فالاثنين اعضاء مجلس الاداره دول عايزين يمشوا الاثنين من اعضاء الجهاز عشان هم فاكرين ان الاثنين من اعضاء الجهاز دول بيحكوا لكارلوس كيروش كل حاجه، وهذه ليست الحقيقه. هذه ليست الحقيقه، ان الحقيقه ان كارلوس كيروش عنده شركه خاصه بتترجم له كل حاجه. كل حاجه بتترجمها له وبتبعتها له. وبتقول له حتى اللي انا بقوله دلوقتي هيترجم ويروح له. فالاثنين اعضاء مجلس الاداره دول معتقدين ان الاثنين اللي موجودين في الجهاز وعايزين يمشوهم هم اللي بينقلوا لكارلوس كيروش كل حاجه، وهذه ليست الحقيقه. وهو الراجل استاء جدا 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 من التصريحات اللي فاتت، وحدثت قعده ما بينه حصل فيها طرديه ما بينه وما بين الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد والاستاذ خالد الدرندلي، وانتهى او الاستاذ جمال علام الاول، وانتهت القعدة ان هم اتراضوا وكله تمام، ولكن هو غاضب جدا من اثنين من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويعني امور اخرى مش هتكلم عنها دلوقتي، هسيبها للايام القادمة الحقيقة علشان اقدر اتكلم عنها لانه مش مجاله. ولكن كل ما يثار وكل ما يقال عن ان كارلوس كيروش طلب ان في اثنين من اعضاء الجهاز الفني يمشوا حتى هذه اللحظه او لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، هذا لم يحدث، بالعكس تماما، ان اثنين من اعضاء اتحاد كره القدم المصري الحاليين هم اللي عايزين يمشوهم علشان فاكرين ان هم بينقلوا كل حاجه لمستر كارلوس كيروش. بس ادي الموضوع. لكن كارلوس كيروش قعد مع الاستاذ جمال علام وحصلت طرديه، وحتى الان العلاقات جيده ما بين كارلوس كيروش والمشرف على المنتخب الاستاذ جمال علام، اللي طلع بقرار النهارده ان هو يصبح مشرفا على المنتخب المصري خلال الفتره القادمه. اللي انا فهمته مدخبر ومعلومه ان كارلوس كيروش سيكمل بجهازه حتى مباراه السنغال الثانيه. الجهاز ده هيفضل موجود زي ما هو، وكارلوس كيروش زي ما هو، ويجب ان يتم دعمهم خلال ده. اتقال من احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد، او اثنين ثلاثه تانيين قالوا لا احنا في ظهر الاتحاد وفي ظهر كارلوس كيروش وجهازه، وهنفضل وراهم لغايه يوم 28 اللي هو المباراه الثانيه. هيحصل ايه الفتره دي؟ هيحصل معسكر الاقرب ان هو يقام في الاسماعيليه استعدادا طبعا لمباراه السنغال او لمباراتي السنغال. كمان كيروش عايز مباراه وديه، اتحاد كره القدم لسه مش عارف يوفرها له لغايه دلوقتي، ولكن كيروش عايز مباراه وديه، واعتقد ان هو هيصمم على رايه وهيعمل مباراه وديه، واتحاد كره القدم المصري هيجيب له هذه المباراه، لان الاتحاد الحقيقه هيقف في ظهر كارلوس كيروش خلال الفتره اللي جايه ويلبي كل احتياجاته. الاتحاد كلهم ناس محترمه، كلهم ناس اجلاء، كلهم اصدقاء الحقيقه، الاول الاستاذ جمال علام لغايه اصغر واحد فيهم سنا، يعني كلهم اخواتنا وكلهم اصدقائنا، ولكن في النهايه احنا عايزين نشوف منتخبنا الوطني بيصل الى كاس العالم، خصوصا بعد خسارتنا لبطوله كاس الامم الافريقيه الاخيره.